عاملة جاءت من الطائف وعليها الدورة الشهرية، ومرت من مكة وأقامت في مكة ثم طهرت، هل يجوز لها أن تعتمر؟ إذا كانت يوم تجي من الطائف ما نوت عمرة وإنما نوت لما طهرت في مكة، لا بأس تخرج إلى التنعيم، تحرم من التنعيم بالعمرة أو إلى الجعرانة، نعم تحرم من الحل، نعم.